اتفضل استاذ. استاذ كيفك؟ ان شاء الله صرت منيح. ايمتى رجعت؟ صابر، مو ملاحظ انك سالته اكثر من سؤال مع بعض؟ والاستاذ هاي اول مره بيجي بزورنا ببيتنا. اهلا وسهلا استاذ، تشرفنا بزيارتك. يلا قوم جيب لنا شي لنضيفه للاستاذ. يلا ليكني بابا قايم. خليك مرتاح، هلا انا بروح بجيب. لا شكرا، لا تعصبوا حالكم، ما في داعي تتكلفوا بشي. مشان واجبك استاذ، معقول ابوه لكنتنا هي اول مره بيجي عبيتنا ونحن ما نقوم بواجبه؟ ما في روحه قبل ما تتعشى معنا. كلك ذوق، ان شاء الله مره تانية. طيب لكن رح نضيفك شاي. يلا شبانة بسرعة روح اعملي لنا بريق شاي. يلا روحي شبانة. لحظة استنوا شوي. ابني روح على المطعم وقلن يعملوا لنا شاي مرتب ويحطوها مكاسات وصينية يكونوا مرتبينها. ماشي. رجاء ما في داعي، ما في عندي وقت. صدقيني مثل ما قلت لك، ما في داعي تتكلفوا بأي شيء مشاني. أنا أجيت لعندكم مشان أخذ بنتي معي على البيت. عن جد بابا، يعني أنت أجيت لحتى تأخذني معك؟ إيه بنتي. يعني أجيت لحتى تأخذها؟ بنتي إذا إلك أغراض هون روحي ضبيهم. يلا رح روح. بس استاذ كيف بدك تاخذ ساره من هذا البيت؟ لا تنسى هي كنتنا. انت كمان لا تنسي انه ساره بنته. فما فهمت وين المشكله؟ اذا هو حب ياخذها معه هي الفتره على بيته وبعدين رح نرجع نجيبها. بصراحه أنا ماني ناوي رجعها بيتكم.